هكذا كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هنا بالزاوية الهبرية البلقيدية بالعاصمة. آيات من الذكر الحكيم واستحضار لسنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. كسائر بلاد العالم الإسلامي نحتفي بهذه الليلة المباركة بمجالس السيرة النبوية ومجالس الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والإنشاد والمديح وقراءة القرآن مجسدين معاني قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكما راكم تشوفوا لنا أجواء دائما هكا يا محمدية، أجواء نشوة ربانية نتلاقوا فيها في ساعة خير. وأنا شخصيا جيت من الولايات المتحدة الأمريكية وإن شاء الله تتعاود كل سنة. المناسبة كانت فرصة لسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم دروس لفائدة الطلبة وكل الحاضرين. استنادا لقوله: من فرح بنا فرحنا به، فاليوم تقيم الزاوية البلقائدية الهبرية بالجزائر العاصمة تقصرايا مولدا نبويا شريفا وتحتفي به بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم عليه. بخصوص القرآن، يتم تدريس القرآن بالطريقة التقليدية المعروفة عند أهل الجزائر وهي باللوحة والدوات والقلم. نحتفلوا بالمولود النبوي الشريف، نجيب قصيدة البردة والهمزية على الإمام البصيري التي هي تحكي عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبقى للمولد النبوي الشريف وطريقة الاحتفال به خصوصية ومكانة منفردة في قلوب الجزائريين بصفة خاصة والأمة الإسلامية بصفة عامة، حيث تسعى فيه العائلات إلى إبقاء أصالة هذه المناسبة الكريمة.